مرادي ومرحبا بكم معايا في شيوة فطيمة. اليوم ما شاء الله نقدم لكم شوربة ديال الخضر اللي كتجي لذيذة بزاف وغنية بالفيتامينات، ويمكن لنا نشربوها في هذا البرد كوجبة خفيفة في العشاء، كتجي لذيذة. كنحتاجو في هذه المكونات التالية. بسم الله على بركة الله، غدا نبدا نقدم لكم المكونات ديال هذه الشوربة. عندي هنايا خيزو اللي خديته نقيته كيف ما كتشوفوا معايا، وقطعته بالقلب ديالو، خديت 4 الحبات. خديت هنا 2 حبات ديال الكورجيت، حتى هما قطعتهم على هذا الشكل. خديت هنايا اللفت هذا كيف ما كتشوفوا معايا، اللفت الصفر خديته وقطعته على هذا الشكل تاهم. بعد ما نقيته هنايا عندي اللفت الابيض وحده، واحد الحبه كيف ما كتشوفوا معايا، هذا النوع ديال اللفت قطعته على هذا الشكل. عندي هنايا شويه ديال اللحم ديال البقري، واحد القطعه ديال الهبره، غير قطعه صغيره باش نسم بها. وعندي هنايا واحد اللفته كيف ما كتشوفوا معايا، هذه اللي كيكون هنا عندها موف. عندي حبه وحده قطعتها على هذا الشكل، وعندي هنا واحد الحبه تاع بطاطا. وعندي هنايا 2 انواع ديال القرعه الحلوه، عندي هذه اللي كتكون محببه، هذه كيف ما كتشوفوا معايا اللي كيمكننا نصبوا بها حتى الطاجين. وعندنا هذه اللي كنديروا في الكسكسو كيف ما كتشوفوا معايا، خديت من هذه شويه هذه شويه وقطعتهم. بسم الله، دابا غادي نبدا التحضير ديال هاد الشوربه اللي كتجي لذيذه وسهله. كناخذ الكوكوت، كنكب فيها الخيزو، بسم الله، كنكب فيها اللفت لاحور، كورجيت، ويمكن نكب فيها الخضره اللي عندي كلها كما كتشوفوا معايا. صافي، وكنضيف هاد القطعه ديال اللحم، كندير شويه ديال الزيت، قليل ديال الزيت المائده، كندير الملحه حسب الذوق كيف ما كتشوفوا معايا، حسب كيف ما كتبغيو نتوما الذوق ديالكم في الملحه. وكنبلل، كناخذ القياس ديال الماء اللي غادي يكفيني باش نطيب ليا فيه الخضره بهذا الشكل. نبلل، مازال هاد الماء كيبان ليا قليل، غادي نزيد شويه، يعني زدت الماء. صافي، دابا كنسد على الكوكو وكنخليها طيب تقريبا نص ساعه، ساعه الا ربع، كتكون الخضره ديالي طابت مزيان. كنخليها كتبرد مزيان، تتبرد حتى تبرد، ومن بعد كنطحنها في طحانه، في طحان الكهربائي. المهم من بعد غادي نرجع معكم باش نكمل لكم التتمه ديال هذه الشوربه. دابا غادي نديرها طيب على البوطه. شوفوا معايا، هي الخضره ديالي من بعد ما تسلقات كبيتها هنايا وخليتها تبرد واحد شويه. دابا غادي نبدا نطحن فيها بشويه بشويه حتى نكمل نطحن ونردها الكوكوت فاش تسلقات معايا. من بعد ما كنبدا كنطحن في الخضار ديالي، كنضيف عليهم 2 فرماجات مثلتين لافاش كيري كما كتشوفوا معايا، وكنطحنهم مزيان مع الخضره. صافي، دابا من بعد ما طحنت الفرماج ديالي، كنكب الشوربة ديالي في الكوكوت، وكنبقى غادي حتى تنكمل الخضرة اللي باقا عندي. الشوربة ديالي رديتها في الكوكوت على النار وخليتها حتى طلعت كيف ما كتشوفوا معايا. صافي، دابا غنتقل باش نقدم لكم التقديم النهائي. معايا هدي الشوربة ديالي من بعد ما ساليت من التجهيز ديالها، كتجي على هذا الشكل ما كتشوفوا معايا. انا كنأكد لكم راه باقا سخونه، كتجي بنينه ورائعه رغم ان المكونات ديالها بسيطه، يعني ما فيهاش توابل وما فيهاش مثلا ضمات البنه، ولكن غير بهذوك المقادير اللي درت، مكونات بسيطه غير الخضره وديك القطعه ديال اللحم والملحه والزيت كافيه، كتجي رائعه وهي غنيه بالفيتامينات، ويمكن لينا نشربوها كوجبه خفيفه في العشاء. كنتمنى تعجبكم هذه الوصفه، والى عجبتكم ما تنساوش ديروا جيم لا فيديو، تبارطاجيو مع لي زامي ديالكم، وتابوناو في لاباج ديالي، وشكرا.